في إطار فعاليات مهرجان كتاب الطفل الأول بمدينة إسطنبول وفي إطار الفعاليات والندوات الثقافية تحضر معنا الأستاذة والدكتورة والداعية هالة سمير. أهلا بك دكتورة. ودايما في المهرجانات. نعم. ودايما في موكب الكتب. يعطيك العافية دكتورة. دكتورة، هو حدث يستهدف الجالية العربية والطفل العربي بالدرجة الأولى، كيف تقرؤون هذا التجربة التي هي بتنظيم من الجمعية الدولية لناشري الكتاب العربي؟ أنا شايفة إنجاز رهيب وممتاز، وأنا ذات نفسي بقول لهم يعني الكتب شيء وكتب الأطفال شيء تاني، كنز. وكون إن إحنا في غربة وتلاقي منفذ بيعطيك عالم موسوعة على العالم كله ويوسع مدارج الطفل إن هو يقرأ في كتاب عربي موجود في بلاد الغربة، ده إنجاز، تحية كبيرة. نعم. وأنا بقى أوصل لهم وعايزك توصل لهم تحياتي وشكري، وياريت يتكرر يعني ما يبقاش بقى خلاص مرة، لا يعني على الأقل مرة كل 3 شهور نزلوا لنا بالجديد وإحنا نجيب لكم الناس، إحنا علينا نحشد الناس ونجيبهم. لكن أنا بدعو كل أب وكل أم كل مربي في أي حدث زي ده، تعالوا. نعم. تعالوا نهموا وشوفوا الخير اللي موجود. هي الكتب ايه الموسوعه؟ ان انا قاعد بسافر العالم كله وانا قاعد في مكاني. صح. فلما بعمل الموسوعه دي في توسيع مدارك مخ الطفل، فانا كده انا مش افدت الطفل بس، انا ربيت طفل فوق سنه، اعطيت طفل مهارات لغويه، مهارات اجتماعيه، مهارات ذات نفسها عقليه تنمويه. ابني بقى مدرك لمجموعه من المهارات والافكار والمعلومات اللي مش عارف يشوفها بره. صح. فانا جايبها له لحده. انا بقول معرض الطفل او معرض المهرجان بتاع الطفل الاول، لا مش عايزين بقى اول، احنا ان شاء الله ربنا يحيينا ويبقى العاشر. نعم. والعشرين والمية، ونقول فاكرين اول مره كان ازاي، والعدد احنا دلوقتي مش عارفين نعدي من كثره العدد. الام الواعيه الحقيقيه اللي تستغل هذا الامر، والام الواعيه الحقيقيه اللي فعلا واب ومربي، ومش بس والله ام، الاب ذات نفسه كمان يكون حريص على حاجه زي كده. فتحيه كبيره ليكم وللفكره صراحه. نعم دكتوره هلا، تعرفين ان الجاليه العربيه في تزايد مستمر في اسطنبول وتركيا. الطفل العربي يدرس في مدرسه تركية أو في مدرسة دولية، يقبل على اللغة التركية ويقبل على اللغة الإنجليزية وفق المناهج العالمية. إذا في إطار هذا الوضع الذي يعاني منه الطفل العربي، بماذا تنصحين العائلات العربية، أولياء الأمور من العرب والقائمين على قطاع التربية والتعليم؟ والله أنا أدعو لأن نعمل مهرجانات زي دي ونعمل ورش. انت وانا جايه موريني ورش. نعم. الورش التفاعليه من انجح انت شايف وسط شبهك، شايف ناس شبهك بيتكلموا لغتك نفس ثقافتك. صحيح انت بتتكلم تركي وبتتكلم انجليزي وفي مدارس انترناشونال وهكذا، ولكن انت محتاج انك ما تنساش هويتك. فالعوده للهويه من الحاجات اللي زي دي، ورش العمل، المؤتمرات، الندوات، المحاضرات. احنا دايما بنعلن حتى عندنا نقول لهم يا جماعه المحاضرات المجانيه هاتوها وتعالوا هاتوا الناس. ليه؟ ان انا حتى للاولاد ان هم يتعاملوا. انا شفت مجموعه بدأ يعني قول 2017 يعني بتاع حوالي دلوقتي 6 سنين، اللهم بارك اللهم بارك، هم بدأوا 13 واحد وهم حاليا اللهم بارك معديين فوق 300 ما شاء الله. وكانوا وأطفال دلوقتي واحد فيهم بيسمع متن البخاري يعني ويقول لك انا كنت من عشاق لعبه بابجي، انا كنت من عشاق الالعاب الالكترونيه، دلوقتي بيسمع يقرأ. لك المتن دلوقتي يتكلم معاك باللغة العربية، ولما تيجي تكلمه بلغة مصري مثلا هو مصري تيجي تكلمه بلغة مصري مش فاهم يعني عبال ما يدرك. فكون ان احنا نبقى اب وام واعيين، والله بس مش كده، المنظمات المجتمع المدني، الجمعيات الخيريه، الاعلام، اصحاب الدور النشر ذات نفسهم، الاعلام ودوره، يلا. نعم. يلا الساحة واسعة ومفضية ومليانة ويلا نغرسها بالغرس الطيب. نعم. في إطار كذلك التكنولوجيا والعالم الرقمي. نعم. الذي هاجم على الجيل. نعم. الجديد وهو قريب منه، إذا قدمتم أيضا محاضرة عن أهم 10 نقاط لطفولة. نعم. ناجحة. بماذا تنصحين دكتورة العائلات العربية أو أولياء الأمور لكي يقبل الطفل على القراءة أكثر من هذه الوسائل التكنولوجية؟ طيب خلينا نقول أن معيارات الإنجاز والتحفيز والتشجيع عليها، شو 3 كلمات هي تتحط ده مية الذهب والألماس. معيار إنجاز طفل ينجزه، وبعدين تحفيز وتشجيع عليها بما يتناسب مع المتعة بتاعت الإلكترونيات. خلينا متفقين أن متعة النت والإلكترونيات متعة رهيبة، 5 هرمونات السعادة بتتفرز وهو قاعد على لعبة. نعم. ما بيبذلش مجهود. فانت جاي تقول لي افتح واقرا وبعدين ناقشني واعمل، فين الانجاز؟ فين التشجيع والتحفيز؟ اين المتعه؟ نعم.
والمتعه هو هتجيله بالتدريج. احنا عشان بنقرا فانت عارف المعلومه دي. نعم. ان متعه القراءه مش عايز تخلص. طب بس نشوف بس اخر اللي يعني. نعم. بتبقى عايز تخلص 700 صفحه ما يقعدوا على روايه سنه من السنوات كانت روايه معديه اكتر من 700 صفحه تقول لك لا اخلصها، وعاملين تحدي عليها ان هم يخلصوا الروايه في 3 ايام. في متعه في القراءه، بس هو كطفل او كشاب لسه مش مدركها. نعم. عشان انا اوصل له للمتعه ديت في خطوات، علشان ده لازم التحفيز. ما تجيش تقول لي ايه هو كل حاجه هيبقى بالماده، يعني هو يعمل حاجه الفلانيه فانا اعطيه. لا لا، الله عز وجل يقول من قال سبحان الله 100 مره له 1000 حسنه. الله عز وجل هو الرب والقادر، انت عبد، قل كل. نعم. يوم 1000. لكن ربنا ما تعاملش معنا بكده، عمل افعل ولك، وهي دي النفس اللي تقبلها. نعم. التحفيز، ولكن التنويع فيها، يعني مره خروجه، مره هيبقى في كذا، مره في معي، مره انت تختار الدليفري اللي جاي، مره تختار الحاجه الفلانيه، مره انت اللي تحكم، تاخد ميزانيه الاسبوع وتحكم. والله اكلنا جبنه انت حر، اكلنا انت معاك، كبرته عليته، خصوصا اللي بتتكلم في مرحله واعطيته اهميته وكينونتك، انت موجود، انت انسان قبل ما تبقى اي حاجه، مع طبعا الاشباع العاطفي فيه، فيبقى معيار انجاز وتشجيع وتحفيز، محاوطينه بالحب، نحبه والله، ده مصلحته. بكره تقول، بكره تفتكر، الله انا مش قادره افرط في الكتاب ده، اول كتاب ابي اهدهولي وكتب لي عليه ده، انا عندي كتاب الداء والدواء، اول كتاب والدي جابهولي بعد الالتزام، لا يمكن الكتاب، مسكت زوج قلت له جلدهولي عشان من كتر. نعم. انا ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا ويكرم اولادنا، والحاجات اللي زي دي بتبقى زي خطوه. صح. ان هم يطلعوا على مجال الرقي والتقدم، اللهم. نعم. دكتوره هلك، اخر لقاء كان جمعنا حول كتاب عصمه امري. نعم. نعم. هل من مشاريع جديده؟ أيوة. الجمهور متعطش لاصداراتك، هل من اصدارات جديده؟ نعم. تهم العائله، تهم الاسره، تهم السيده، وتهم الابناء و الأجيال الجديدة. طيب بشرى، احنا نزل لنا كتاب مودة ورحمة في بيوت منورة لهالة سمير. الكتاب ده أنا بعتبره خلاصة لعاملين فيه تنظير، أدي المشكلة سببها العلاج. ممتاز. يعني كنت لسه عاملة ندوة على موضوعين فيها، يعني الفيدباك بتاع الناس اللي بتسمع يعني إيه بقى كل ده موجود، إيه العلاج؟ كبسولات سريعة بالظبط كده، والعلاج بتاعها ان شاء الله هو موجود طبعا هنا في مكتبه المناهل، وموجود تقريبا في كل انحاء العالم، في اوروبا، المانيا، كندا، بفضل الله تعالى. بكم لغه استاذه هذا العمل؟ حاليا باللغه العربيه، وتم ان شاء الله لسه يعني اتفاق جديد ينزل باللغه التركيه واللغه الانجليزيه قريبا باذن الله. نعم. دكتوره، فقط نذكر بالعنوان، موده ورحمه في بيوت منوره لهالة سمير. موده ورحمه في بيوت منوره للدكتوره هالة سمير. انت كمان نورتينا استاذه هالة، نراكم في فرص اخرى، وشكرا لك. إن شاء الله. شكرا لك، جزاك الله خير. شكرا.